دلوقتي نروح مرة تانية للعالمين الجديدة وزميلتي جومانا ماهر اللي هتقولنا آخر الكواليس والفعاليات وآخر الأخبار. برحب بيكي مرة تانية جومانا. اهلا بيك يا ليلى من جديد واهلا بالساده المشاهدين مره تانية. يمكن كنا بنتكلم انا وانت في اللينك اللي فات على الكواليس واحداث الاسبوع اللي فات من مهرجان العالمين في نسخته الثانيه. خليني سريعا جدا اقول لك احنا بنتحضر الاسبوع ده لايه. الاسبوع ده كمان في ايفنتس كتير جدا. لسه مهرجان نبته مكمل معانا كمان لبكره مهرجان نبته للاطفال. ده غير كمان ان الموتور ويك خلاص بدأ كمان الأسبوع ده إن شاء الله في مهرجان العالمين لكل عشاب السرعة والإثارة والأدرينالين رش. خلاص هنا بقى موجود الموتور ويك وبيس ار. سباق البيس ار موجود هنا في مدينه العالمين. هي من اهم كمان الايفنتس اللي هتكون موجوده. كمان يوم الجمعه الجايه اليو ارينا بتتحضر لحفل كايروكي. ده غير كمان ان يوم 22 اغسطس يا ليلى هيكون في حلقه صاحبه السعاده اسعاد يونس مع الموسيقار الكبير كمان عمر خيرت. وطبعا خلال بقى كل او بجانب كل الايفنتس دي او بجانب كل الاكتيفيتيز والفعاليات دي في كمان اكتيفيتيز رياضيه موجوده ومفاجآت كمان هنتابعها معاكم لحظه بلحظه كل يوم من خلال برنامجنا يا ليلى. انا بشكرك شكرا جزيلا جومانا ماهر، كنت معانا على مدار الحلقه مباشره من هناك. والحقيقه بكده بيكون خلصت حلقتنا النهارده من العالم عالمين. استنونا بكره وكواليس جديده من مهرجان العالمين الجديده.